مباراة اليوم متوقع أن تكون كبيرة وكبيرة جدا ومثيرة في ظل هذا الطقس الجميل. الأجواء جميلة جدا، الأجواء في المدرجات جنونية جدا. نأمل أن تكون مباراة رائعة في هذا اللقاء اللي فيه السماء صافية، فيه مدرجات ممتلئة، هنالك أغاني، هنالك أهازيج، هنالك روح عالية تملأ الجنبات في كل سنتيمتر في هذا الملعب. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. قبل بداية المباراة سنستمع وإياكم للنشيد الوطني لليابان. بداية أحداث اللقاء، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب تيباساكي. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. ناغاتومو، تيباساكي، ناغاتومو يلعب كرة داخل الصندوق. لعبة جميلة تزيد أجمل. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يرسل كرة إلى الأمام. تدخل جميل واعتراض أجمل. كرة طولية إلى الأمام، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، كرة طويلة للأمام. تيباساكي، عدت الكرة، نقل تسديدة في اتجاه المرمى، أوصلها إلى المرمى. يلعبون ركنية قصيرة. ناغاتومو،
فرصة للتسديد. كرة طولية من الحارس. كرة طولية إلى الأمام، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. تيباساكي. تيباساكي لمسة على اليسار. تيباساكي. تسديدة. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. خلص الكرة ونجح في إبعادها. تيباساكي. قد تكون هذه فرصة والتسديد. على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من القائم الأيمن. تلعب الكرة إلى الأمام. ناغاتومو. تيباساكي. ناغاتومو. بينية تمر. حصلوا على رمية جانبية. يرفعها داخل الثمانية. هذه ضربة رأسية. تدرج جميل الكرة بإيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ناغاتومو. اليابان استحواذ على الكرة، ولكن سيطرة يمكن اعتبارها سلبية بدون خطورة تذكر على مرمى الفريق الخصم. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يتواصل اللاعب برمية تماس. فاتت ومرت وصلت. ها هي التسديدة. الكرة وفرصة أخرى. هدف لليابان. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. تلعب الكرة إلى الأمام.
اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تيباساكي، ويلعب نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. لم يحرزوا أهدافاً بعد، لكنهم قدموا أداء جيد إجمالاً. ربما سوء الحظ اللي كان يواجههم. إذن سنتابع معاً أحداث الشوط الثاني من المباراة. الأردن يجب أن لا يندفع خوفاً من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضاً لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. يسدد الكرة، الكرة في المرمى، جول! تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. اليابان يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. كرة طويلة للأمام، يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة عرضية، لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. ركنية قصيرة، تيباساكي، قوية من تيباساكي، كرة للمنطقة الأمامية، كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. ناغاتومو، الله على الكرة، جميلة، كرة تمر بسلام على المدافعين. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية إلى الأمام، ساكاي، وصلت إليه، يسيطر على الكرة، تلعب الكرة إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يبعدونها. ساكاي، ناغاتومو، تيباساكي، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. تيباساكي، كرة طويلة للأمام، يلعبها إلى الحارس، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ساكاي،
تيباساكي، تيباساكي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. ساكاي، تيباساكي، تحرك بقوة هائلة، يلعبها ببراعة. يلعب كرة طولية، يعاني في هذه المباراة خصوصا عند التمرير كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم. تيباساكي، ساكاي، تيباساكي، تيباساكي، ناغاتومو، مرت التسديدة من أول لمسة. يلعبون ركنية قصيرة. ناغاتومو، تيباساكي، ساكاي، تيباساكي، كرة طويلة إلى الأمام، خلص الكرة ونجح في إبعادها. كرة بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن رغم مجهوداتهم الكبيرة لكنهم تعرضوا للخسارة، خاب أمل اللاعبين بعد أن قدموا أداء جيد لكنهم في الأخير خسروا. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. شكرا لكم متابعينا الكرام في كل مكان، نلتقيكم في مباريات قادمة.